ديال المرافق العموميه، شفنا كيفاش انها دخلت الهشاشه القطاع القطاعات حساسه وحيويه بحال القطاع ديال التعليم والقطاع ديال الصحه، وشفناها مؤخرا كذلك كيفاش انها تركض ركضا تركض من اجل التخلص من المكتب الوطني للماء والكهرباء واللي هو قطاع استراتيجي وكيحقق الامن الطاقي لبلادنا والعموم الشعب المغربي. مع يا منادل نادل يا منادل ضد التجمع ضد الاستبداد ضد الاقصاء ضد التهميش من اجل الكرامه من اجل الحريه من اجل تلبيتهم بطبيعه الحال النداء لكتابة الإقليمية للاتحاد المغربي للشغل من أجل تخليد هذه الذكرى الأبية. أكيد بأنه هذه التظاهرات اللي كنديروا سوف لن تنتهي فاتح ماي، أكيد بأنه غادي يكون عندنا واحد برنامج نضالي متميز خصوصا على الأوضاع الكارثية اللي كيعيشها هذا الإقليم المهمش والمقصي. كندافعوا كذلك على الحق ديال الاخوان ديالنا المهنيين ديال سياره الاجره من دعم من طرف المجالس الجهه المجلس الجهه والمجلس الاقليمي. كنطالبوا كذلك بالغازوال المهني والاخوان اللي خدامين في القطاع ديال النقل كيفهموا وكيعرفوا هذا الشيء ديال الغازوال المهني الى غير ذلك يعني من المطالب. كانت هذه فقط مناسبه باش نذكروا مره اخرى بالمطالب ديال اخواننا في القطاع ديال النقل. وتحية للجميع. تنمية بلادي بلاد القصور بلادي بلاد القصور والشباب يقصر.